ماس A4، الورقة الأولانية تبقى خاصة بالثيوري والورقة التانية تبقى خاصة بالهيستوري. بالنسبة للورقة الأولانية هعمل زي التقسيمة اللي أنا عاملها ديت، هقسم الورقة الاتنين تمام كده اهوت، وهبدأ إن أنا أختار جنب اليمين ما بين الباتشولر أبارتمنت أو جونيور أبارتمنت أو كوندو. كنا إحنا شرحنا الكلام دوت الأسبوع اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت. هختار حاجة واحدة بس تمام، وهبدأ إن أنا أحطها، وهبدأ أستعين بالرسومات برضه، هرسم مجموعة سكتشات ما بين مسافات أفقية وممكن سيكشن أو إليفيجن أو 3D أو غيره. الناحية التانية تمام، هختار الدوبلكس هاوس أو ديتشد هاوس أو تاون هاوس. طبعا كنا شرحنا بالتفصيل الفرق بين كل واحدة والتانية تمام. فالموضوع بمنتهى البساطة إن أنا هجيب حاجة واحدة بس تمام كده اهوت، هرسم لها سكتشات ممكن يكون سيكشن أو بلان أو إليفيجن أو 3D، وأطلع منه أسهم وأشرح. يا شباب فانا ما افصلش الشرح عن الرسومات، لا ده انا ارسم الاول واطلع مجموعه اسهم واشرح الرسومات، عود نفسي على كده عشان ناخد الدرجه كامله تمام كده. تمام، وخد بالك بقى ان الورقه بتاعتي لازم اكتب عليها كل بياناتي واكتب عليها هوم ورك، لازم تكتب عليها هوم ورك عشان الورقه ديت ما تضيعش في وسط الحاجات اللي انت بتبعتها، وبعد ما بتخلص تبعتها على الاكونت بتاعي تكتب تحتها برده هوم ورك تمام، مع الاسم والتاريخ واسم الماده واسم والاسم بتاع الجامعه وغيره. يبقى ده المطلوب في الورقة الأولانية الخاصة بالإيه؟ خاصة بالثيوري، هختار واحدة بس من ناحية اليمين، واختار واحدة بس من المطلوب ناحية الشمال، مع هرسم سكتشات واشرح على السكتشات ديت الفرق بين اليمين والشمال، عاوز تشرح الفرق من خلال المساحة تمام؟ لازم نثبت نقط كده تشرح عليها، عاوز تتكلم من حيث الفرش، أوكي؟ عاوز تتكلم من حيث الوظيفة، اتكلم زي ما أنت عاوز، ثبت كده مجموعة عناصر واشرح الفرق بين إيه؟ الناحية اليمين أو العمود اليمين والعمود الإيه؟ الشمال. بقى الهيستوري كل مطلوب منك ان انا هجيب برضو ورقه مقاس A4 كده بالعرض، وهبدا اقسمها لثلاثه. الجزء الاولاني هيبقى خاص بالدير، واللي في النص هيبقى خاص بالكاتدرائيه، واللي على اليمين تمام او اخر جزء هيبقى خاص بالكنيسه. هتقول ايه الفرق بينهم؟ هستعمل بلان سيكشن الفيجن 3D، يعني هرسم مجموعه سكتشات واشرح عليها تمام كده. اللي موضوع بالنسبه له صعب ها يبص معايا كده على الشرح اللي جاي عشان يستوعب اكتر. لو احنا جينا دورنا على مفهوم الدير هنلاقي ان اشهر دير موجود عندنا في مصر تمام كده هو دير سانت كاترين. فين دير سانت كاترين؟ دير سانت كاترين اللي هو موجود عندنا في سينا. اللي راح فيكم سينا هنلاقي ان في الجزء اللي في الوسط تمام في عندي دير مشهور جدا من اشهر الدير الموجوده في مصر وفي العالم، هو اسمه دير سانت كاترين. ده مكان الاقامه والتعبد، اوكي، لمين بقى؟ لكافه القساوسه والكهنة والرهبان والقدسين. هلاقي ان الدير دوت في حواليه سور كبير، يعني المح كده بعينيك التو دي ده، ابص كده بعيني على البلان الاقي في سور تخين قوي حوالين الدير، وفي نهوت في 3 دي مباني ارتفاعها ضخمة والسور نفسه ارتفاعه ضخم، وفي مجموعة ابراج والمداخل برضو عملاقة، وكأن انا داخل تمام حصن، كأن انا داخل قلعة تمام كده يا شباب. فخد بالك ان الدير ده بيبقى موجود في مكان بعيد تمام عن العمران. طبعا بعض الاديره اللي موجوده حاليا في وسط العمران ده العمران هو اللي زحف ناحيته، لكن هو في الاصل كان بعيد عن العمران. وان دير سانت كاترين ده هوت هتلاقي موجود تمام في الجبل فوق، حواليه اسوار مرتفعه وبوابات مرتفعه وكانك داخل حصن. يبقى الدير او اي دير احنا بنتكلم عليه هلاقي ان حواليه في سور مرتفعه وبوابات، والدير ده نفسه بعيد عن العمران التجمع السكني، ولاقي ان دير سانت كاترين من مكوناته هلاقي ان في بير ميه تمام كده، ولا ان في مكان لتخزين الميه اللي هو اسمه صهريج، ولا ان في عندي غرف اوكي اللي هي اسمها خلوات، يعني اماكن اعرف ان انا اختلي بنفسي عشان اتعبد، ولا ان في اماكن مخصصه للصلاه تمام كده، ولا ان في مكتبه كبيره، ولا ان في بعض الفراغات السكنيه المعيشيه. متخيل كل ده جوه الدير اللي احنا بنتكلم عليه؟ ليه في بعض الفراغات السكنيه المعيشيه؟ لان انا في عندي جوه رهبان، فالرهبان قاعدين باستمرار جوه الدير تمام. ولاني ممكن انا اروح للدير ده في رحلات تعليميه، يعني دير سانت كاترين في رحلات كتيره بتطلع من القاهره ليه ومن جميع انحاء المحافظات على اساس ان هي رحلات تعليميه تثقيفيه، بتروح لحد هناك كمزار سياحي اعرف ان انا اروح واتعلم فيه تمام كده. زي ما قلنا كان الدير بعيد عن المجتمع السكني العمراني، وهو عامل زي ما يكون حصن اها. وخد بالك ان الاديره اللي موجوده حاليا في وسط المجتمع العمراني كانت في الاصل زمان بعيد عنها، بس المجتمع زحف، المجتمع حصل له ايه نمو، وصل لحد الدير وايه وعداه.
ده بالنسبه للدير ومفهوم الدير بمنتهى البساطه. تمام، طبعا انا هدور على دير مختلف عن دير سانت كاترين لان احنا شرحناه وانا بعتوك قبل كده صوره قبل كده، فيعني ايه هندور على دير تاني اوكي على اساس ان انا احطه في اول جزئيه احنا بنتكلم عليها. هلاقي الحاجه الثانيه تمام، وهلاقي بالصدفه جوه الدير عندي وده مش شرط، هلاقي ان في عندي كنيسه، يعني جوه دير سانت كاترين في كنيسه سانت كاترين وده البلان بتاعها. ومش شرط ان الكنيسه موجوده جوه الدير، يعني من اشهر الكنائس الموجوده في مصر فعندي كنيسه معلقه وكنيسه ملك جرجس موجوده في مصر القديمه مش موجوده في جوه الدير ولا حاجه. تمام كده، بس بالصدفه هتلاقي جوه دير سانت كاترين في كنيسه تمام بتاع سانت كاترين، وطبعا مكان مخصص للعباده والصلاه. تمام، ده بالنسبه للكنيسه، ولكن هو مكان كمان مخصص للاحتفالات عقد القران والزواج وغيره، ولكن بيتم فيه الدروس والمواعظ الدينيه كل ده جوه الكنيسه. تمام كده، وبالصدفه ان دير سانت كاترين جواه كنيسه اللي احنا دلوقتي بنتكلم عليها هي كنيسه سانت كاترين. خد بالك بقى من حاجه مهمه، مكونات الكنيسه اللي احنا شرحناها قبل كده اهي موجوده هنا، يعني الحميه اللي هو الابس تمام، المكان اللي هو خاص بالايه قدامها اللي هو مكان مخصص للمرتلين ان هو اللي هو المسبح تمام، مجموعه الاعمده والشكل من بره اللي هو شكل البازيليكا اللي هو اللي فيها الجملون. تمام كده، بالرغم ان دوت عندنا في مصر ومناخ حار بس استعمل الجملون على غرار الفكر البازيليكي اللي هو موجود عندي فين في روما، يبقى الفكر دوت اهو موجود في كنيسه. وخد بالك الكنيسه ديت موجوده عندي في الامبراطوريه الشرقيه فمبنيه بنفس الفكر الموجود عندي فين في روما. تمام كده، وخد بالك ان هو مفيش منطقه حمايه، ده هنا ممر صغير بعدي منه بعكس اللي احنا بروتوتايب اللي احنا شفناه سواء في الامبراطوريه الشرقيه او الغربيه كان في عندي ايه منطقه حمايه. فخد بالك هو كده كده الكنيسه ديت موجوده جوه الدير، يعني هي كده كده محميه، فبالتالي ما اصممش تمام في البلان المصمم المعماري اي رواق للحمايه لان هي كده كده هي خلاص اوريدي محميه جوه الدير. بالصدفه كمان في عندي جامع جوه الدير اتبنى تمام في العصر الفاطمي، فدي برضو حاجه يعني غريبه شويه، وهتلاقي ان هي يعني موجوده في دير سانت كاترين اوكي، والدير مشهور بيها ان في عندي نموذج كنيسه وفي عندي كمان نموذج جامع من العصر الفاطمي. طبعا ادي برج الاجراس بتاع الكنيسه وادي المأذنه بتاع الجامع اللي هو ظهر في العصر الفاطمي. الكاتدرائيه تمام، ودي اخر حاجه، هلاقي ان الكاتدرائيه مساحتها اكبر من الكنيسه تمام، وفي نفس الوقت اصغر من الدير، والكاتدرائيه بتبقى موجوده في المدينه لكن الدير بيبقى موجود بعيد عن المجتمع العمراني. فخد بالك بقى ان الكاتدرائيه هتبقى موجوده زيها زي الكنيسه جوه المجتمع العمراني تمام، بس الكاتدرائيه مساحتها اكبر من الايه من الكنيسه، وممكن الاقي جوه المدينه في كذا كنيسه كتير من الكنائس، لكن على الاقل في المدن عشان تسمى مدن وخصوصا المدن الغربيه تمام كده لازم الاقي على الاقل في كاتدرائيه. يبقى هتلاقي في كتير من المدن الموجوده عندي في الغرب ما يسميهاش مدينه الا ما يكون فيها ايه الا يكون فيها كاتدرائيه. تمام، يبقى هي مكان برضو مخصص للتعبد زي الكنيسه وهتلاقي مساحتها اكبر من الكنيسه، وبعض البلدان اللي هي في الامبراطوريه الغربيه او في البلدان الغربيه تمام ما بيسموش المدينه باسم المدينه الا ما يكون فيها ايه على الاقل كاتدرائيه واحده. خد بالك بقى يبقى الكاتدرائيه الواحده ديت هي المجتمع العمراني الموجود في المدينه بيروح لها في وقت الاحتفالات والاعياد وغيره، وفي نفس الوقت هي بتشرف على عدد كبير من الكنائس الموجوده في المدينه دهيت. طبعا المسؤول عن الكاتدرائيه تمام هتلاقي بيلقب بعرش الاسقف، وهنلاقي ان الكنيسه تمام المسؤول عنها بيبقى الكاهن او القديس، هنبقى نتكلم عن الموضوع بعد كده برضه باستفاضه. ده نموذج لكاتدرائيه مشهوره جدا هنشرحها بالتفصيل بعد كده اهوت، اللي هي كاتدرائيه سان بيتر اللي هي حاليا ما بقتش موجوده اتحرقت، اللي هو حاليا مكانها ها كاتدرائيه القديس بطرس اللي هي في الفاتيكان اللي هي اشهر كاتدرائيه ممكن نشوفها موجوده في العالم الغربي. تمام كده يا شباب، يبقى احنا دلوقتي قلنا شرح ما بين ها مقارنه ما بين الدير والكاتدرائيه والكنيسه.